بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي جماهير الاهلي العظيمه، جماهير اعظم نادي في الكون، اهلا مرحبا بكم على قناتكم قناه النادي الاهلي. ومباراه مهمه جدا 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 في نصف نهائي كاس مصر 2023 بين النادي الاهلي ونادي انبي. قبل ما نتكلم سريعا على المباراه وعلى تشكيل الفرقتين، عايز اقول لكم ان احنا بنعيش شهر من اجمل شهور السنه اللي عدت علينا، شهر اكتوبر اللي هو بدايته انتصارات وفي وسطه انتصارات ونهايته كمان انتصارات. يمكن احنا كاجيال عشنا المرحله ديت، يمكن الاجيال الجديده ما عاشتش المرحله دي، انما الاجيال القديمه احنا كنا صغيرين انما عشنا مرحله الانتصار وعرفنا يعني ايه الانتصار بعد الانكسار. ده شهر اكتوبر، شهر النصر، شهر العزه، شهر الكرامه. كابتن ماهر، ضيوفنا الكبار طبعا كابتن ماهر همام، كابتن شيف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي والكابتن احمد بلال، برحب بيهم. كابتن ماهر، طبعا حضرتك حضرت الفتره ديت من اجمل الفترات اللي مرت علينا. طبعا كل سنه وانتم طيبين، و يعني 50 سنه مروا على انتصارات مصر. طبعا بنقول للشعب المصري كل سنه وهو طيب واحتفالات جميله، وطبعا عايزين نبارك للجهه السياديه الرئيس السيسي وللشعب المصري. وعايز اقول ان النادي الاهلي انتصاراته كانت كثيره جدا في شهر اكتوبر، يعني احنا محظوظين كنادي اهلي ان اكتوبر ده بيمثل لنا شهر من الشهور الجميله، خصوصا كمان في انتصاراته. ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان شهر اكتوبر ده النادي الاهلي عنده حوالي يمكن اربع خمس مباريات ان شاء الله باذن الله بالفوز باذن في هذا الشهر باذن الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن شريف عبد المنعم، منورنا يا كابتن. منور يا كابتن، الله يخليك. كل سنه واحنا طيبين كلنا، وقواتنا المسلحه بخير، والف رحمه ونور على شهداء مصر على تاريخ ومر العصور، وخاصه في حرب اكتوبر المجيده اللي هي في ست ساعات استطاع الجندي المصري ان يرفع علم مصر مرتفع عاليا ويعود بارض سيناء كامله، ومفيش اجمل من كده الحمد لله، غير ان احنا نترحم على شهدائنا ونبارك لنفسنا بهذا الفوز العظيم. كابتن اسامه عرابي، منورنا يا كابتن. الله يخليك يا ايمن، الله يخليك. طبعا كل سنه وانتم طيبين، بمناسبه اعياد انتصارات اكتوبر، وطبعا اكيد ما ننساش البطل والزعيم والشهيد سياده الرئيس محمد انور السادات صاحب قرار الحرب يعني، وكل القاده والضباط والجنود وكل اللي شارك في باي جهد في سبيل استعاده الوطن يعني. فكل سنه وكل الشعب المصري بخير، القوات المسلحه بخير، وكل العرب كمان، لانه كان انتصار بس مش لمصر، كان انتصار للعرب جميعا في استعاده ارضنا يعني. صحيح. فالله يرحم اللي مات وربنا يدي الصحه للي عايش. كابتن بلال، منورنا يا كابتن. الله يخليك كابتن ايمن، ربنا يعزك. كنت اتولدت ولا ما كنتش لسه؟ لا انا ما كنتش اتولدت طبعا. بس ابويا كان عايش طبعا. قال لك طبعا. طبعا ابويا كان اتولد وعاش على فكره الحرب. صحيح. وخالي عاش الحرب، وكلهم كانوا بيحكوا عن الحرب الحقيقه يعني. انا هقول لك الشعور اللي اتنقل لي، مش هقول لك الكلام اللي اتقال لي يعني. يعني انت ساعات كابتن ايمن بتسمع الحاجة كنت بتتمنى انك تكون بتشارك يعني فيها، بتحاول تعيش يعني الاجواء. الانتصار كان انتصار حقيقي. صحيح. مش مزيف زي ما كانت الناس او زي ما كانوا بيصدروا لنا الفكره دي، كان انتصار حقيقي فعلا. كان الشعب كله واحده واحده. الافضل والاجمل والاحسن في الانتصار ان كل الامه العربيه كانت واحده واحده. صحيح. وده اللي بنتمناه ان شاء الله يبقى في القادم، نرجع تاني واحده واحده عشان دايما نبقى منتصرين ان شاء الله. رب العالمين. سريعا هنقول تشكيل الفريقين. تشكيل النادي الاهلي النهارده: محمد الشناوي لحراسه المرمى، محمد هاني ظهير ايمن، علي معلول ظهير ايسر، محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم قلبي دفاع، وثنائي خط الوسط مروان عطيه اليو ديانج ورباعي المقدمه حسين الشحات، بيرسي تاو، محمد مجدي قفشه وموديست. النهارده النادي الاهلي بيلعب 4-2-3-1، بيبدا النهارده محمد مجدي قفشه ومروان عطيه واليو ديانج هم ثنائي خط الوسط الدفاعي. البدلاء النادي الاهلي النهارده: مصطفى شوبير، كريم الدبيس، اكرم توفيق، احمد نبيل كوكا، احمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، محمد الضاوي كريستو، امام عاشور، ومحمود كهربا. بالنسبه لتشكيل نادي انبي النهارده: عبد العزيز العوطي لحراسه المرمى،
وهنقول خماسي خط الدفاع، مروان داود ظهير ايسر وعلي فوزي ظهير ايمن، والثلاثي اللي هم واقفين ورا بقى مش هنقول قلب دفاع، احمد صبيحه احمد كالوشه وسيف الخشاب. رباعي خط الوسط محمد حمدي ناحيه الشمال، زياد كمال ناحيه اليمين، وبينهم احمد العجوز واحمد جمال، وراس حربه وحيد رفيق كابو. البدلاء عبد الرحمن سمير، مصطفى شكشك، احمد يوسف، احمد نادر حواش، محمد حامد، مودي ناصر، عبد الرحمن عماد، احمد نبيل، احمد اوفا، ومصطفى دويدار. كابتن ماهر، سريعا رايك في تشكيل النادي الاهلي النهارده؟ يعني مستر كولر، التغيير والتدوير والتجهيز اللي احنا اتكلمنا عليه النهارده، رجوع طبعا علي معلول لمكانه الطبيعي، رجوع مروان عطيه اللي ما كانش موجود في المباراه السابقه، ديانج ما كانش موجود، حسين الشحات ما كانش موجود، مجدي قفشه رجع لمكانته، تاو رجع لمكانته، مودست اللي هو طبعا الوافد الجديد للنهارده اول مباراه بالنسبه له، بنتمنى له التوفيق. طريقه اللعب من ضمن طرق اللي بيستغلها مستر كولر 4-2-3-1 عشان وجود قفشه النهارده، فالطريقه بتتعمل بوجود قفشه كراس كراجل مسؤول، هو اللي بيغير المحور اللي رابط بين خط الظهر ونص الملعب والمهاجمين. طبعا شفنا يمكن اخر مباراه ايمن للنادي الاهلي اللي هو الفوز على سان جورج اثيوبي سباعيه في المباراتين، والوصول طبعا لدور المجموعات. شفنا اداء متميز للعبة النادي الاهلي من خلال الجانب البدني، من خلال الجانب الفني، من خلال الجانب المهاري، من خلال الجانب التكتيكي كمان. شفنا مجاميع بيشتغل عليها مستر كولر من ناحيه اليمين، ومجاميع بتشتغل من ناحيه الشمال. عندنا التلت الهجومي كمان بقى بمنتهى الخطوره اللي موجود عليها لعيبه النادي الاهلي نتيجه التحرك بدون كوره، نتيجه الجمل التكتيكيه اللي بتتعمل من خلال التدريبات اللي بيقوموا بيها، اللي بيقدروا ينفذوها في الملعب من خلال المباراه. شفنا اهداف، 7 اهداف متنوعه ومميزه للعيبه النادي الاهلي غير اللي ضاع النهارده. استراتيجيه المباراه يا ايمن، الراجل بيروح لكل الخطوط اللي ممكن تحصل في المباراه من خلال ال 90 دقيقه، لو حصل تعادل، من خلال الاكسترا تايم، من خلال ضربات الجزاء. فاكيد النهارده في استراتيجيه لمستر كولر وضعها في هذه المباراه باذن الله رب العالمين. كابتن شريف، مباراه كاس، مباراه الكاس تعودنا فيها ان طبعا ما فيهاش تعويض، وتعودنا فيها على بعض المفاجات. يمكن انا هقول لحضرتك حاجه، اهداف النادي الاهلي واضحه في جميع المباريات، لازم يكسب جميع المباريات، وده فكر النادي الاهلي طول عمره. امبي النهارده بيلعب على اكتر من هدف. امبي النهارده لو يعني ان شاء الله مش هيحصل، يعني لو عدى الماتش دوت هيوصل للنهائي وعنده فرصه ان هو ياخد كاس مصر المره الثالثه. دي اهدافه هو، اهداف امبي. ثاني حاجه، الرابطه او اتحاد الكوره ربط اشتراك امبي في كاس السوبر المستحدث، السوبر اللي هو السوبر المصري، بان امبي لازم يفوز النهارده. لو ما فازش النهارده يبقى اللي هيشارك فيوتشر كويس. والحاجه المهمه بقى الاهم، ان انت هتبقى كسبان البطل، كسبان الزعيم، كسبان الكبير النادي الاهلي. دي اهداف امبي زي ما كلكم اتفضلتوا وقلتوا. هو الاهلي من فوز لفوز، وما يعني ما بيبصش لاي حاجه حوالين الحكايه غير ان هو في احدى البطولات اللي هو بيحتفظ فيها ومحتفظ بيها من السنه اللي فاتت، فما عندوش اي حاجه النهارده او تشغل باله او اي حاجه غير حاجتين ثلاثه. بالنسبه لي انا بالنسبه لي سبق التهديف، وانك تتحكم في كل امور المباراه عادي كده، مش دعوه باي حاجه ثانيه، ونجاح مودتس كراس حربه النهارده هتديني التشكيل اللي انت حاطه ده. بالنسبه لي هو ده التشكيل الامثل. لو الراجل ده نجح النهارده هيبقى ده التشكيل اللي انت بتلعب بيه على طول، باستثناء ان هيبقى امام عاشور وقفشه. ايوه دي الحاجه حسب الحكايه اللي هتحصل من اداء قفشه النهارده وتمويله وشغله مع مودتس. فده الشكل الطبيعي من الشكل الاساسي بالنسبه لتشكيل النادي الاهلي. انبي بقى يروح الفاينل، يروح الكاس، فيه كل حاجه، ولكن علينا النهارده ان احنا نخلص المباراه بدري باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه، يمكن كابتن شريف تطرق لموضوع امام عاشور وقفشه. امام عاشور وقفشه، وجود قفشه بيتطلب ان انت بتغير الطريق،
بدل ما بتلعب 4-3-3 تلعب 4-2-3-1. هو قدم مباراه جيده المباراه اللي فاتت، ولذلك هو بادئ النهارده. محمد مجدي قفشه، عايزين تقييمك او رايك في تشكيل النادي الاهلي النهارده وطريقه اللعب 4-2-3-1. التشكيل المنطقي هو رجع للتشكيل الاساسي يعني، باستثناء زي ما قلنا التشكيل منطقي في غياب امام عاشور او انه بديل على الدكه. ما هو بوجود امام ووجود رضا سليم هيحصل بعض التغييرات في بعض المباريات في لاعب او اثنين، لكن ده بنسبه 90-95% هو التشكيل الاساسي. هو التشكيل الاساسي يعني واضح جدا يعني. وطبعا كهربا برضو بره يعني. فمجدي قفشه لما بيلعب الطبيعي انه بيلعب في 4-2-3-1، ولكن احيانا مستر كولر حتى في وجود مجدي قفشه بيلعب عادي 4-3-3. يعني انا برضو متوقع النهارده مش هتبقى صريحه انه مجدي قفشه هو اللي قدام على طول. هتلاقي مجدي قفشه ناحيه الشمال وديانج ناحيه اليمين، ومروان عطيه هو رقم 6 اللي قدام المدافعين. يعني هتلاقي ديانج واخد ناحيه اليمين ومجدي قفشه واخد ناحيه الشمال. وهو طبعا بطبيعه لعبه بيروح في مكان رقم 10 عشان صناعه اللعب او تكمله في الخط الامامي ورا الموديست اللي هو المهاجم النهارده، اللي بنتمنى له التوفيق وانه يكون فعلا اضافه ان شاء الله. يعني نتمنى انه يكون اضافه. بقيه اللعيبه كلها هي هو ده التشكيل العادي. حسين الشحات عامل ماتشات كويسه وبيشتغل في الجنب الشمال مع معلول، وهيبقى معاهم مجدي قفشه. الناحيه الثانيه في بيرسي تاو ومحمد هاني واليو ديانج وموديست في الامام. وطبيعه الحال ماتش الكاس شويه بيبقى عنده اختلاف يعني، او في اختلافات بسيطه لانه ممكن يطول شويه، ممكن يلعب يوصل لضربات جزاء، لكن تعويض. في النهايه الفروق بين الاهلي وانبي كبيره، خاصه ان انبي اتعادل مع الجيش في الاخر ماتش واتغلب من الداخليه وظروفه صعبة شوية. فانا اتوقع ان شاء الله هيبدا ضاغط، وان شاء الله الفوز يكون من حلفنا من بدري يعني باذن الله رب العالمين. ان شاء الله كابتن بلال 4-2-3-1 فكر مستر كولر النهارده قدام فكر تامر مصطفى اللي بيلعب تقريبا 5-4-1. طبعا انا من محبذي يعني طريقه اللعب 4-2-3-1 خاصه مع النادي الاهلي. بدايه السيزون السنه دي تمام مع مستر كولر كانت كلها كرات طوليه، ما كناش بنشوف طريقه اللعب المعتاده، الباص، التحرك، الاستلام، الثلاثيات اللي بتحصل في الملعب. انت عارف يعني الملعب بيبقى مقسم للثلاثيات يعني الباك والهاب وساعات والوينج تمام. الكلام ده ما شفناهوش كتير في بدايه الموسم، كنا بنتفرج بس على اللونج باص، ازاي بتحضر 1-2-3 وتشتغل على اللونج باص. ده عشان ما كانش عندك او ما كنتش بتلعب بلعيب خط وسط تمام رقم واحد جاهز الناحيه البدنيه، امام عاشور اللي ممكن يعمل لك الحته دي بشكل كويس تمام، بس دي هتتطلب مجهود كبير جدا لان هو هيقوم بدور هو بيلعب 8 فيقوم بدور 8 و10 في نفس التوقيت، اللي هو اللعيب اللي بيدافع الميد فيلدر اللي بيدافع وبيستلم وبيكمل بكره. فدي محتاجه مجهود كبير، محتاجه واحد فت تمام عشان يؤدي الدور ده بشكل كويس. فكنت بتفتقد الحته دي ليه؟ لان امام ساعات كتير جدا كنا بنلاقيه في الجزء الامامي، لكن فعشان كده ما كانش بيحضر في الجزء الخلفي مع الرباعي الدفاعي. فالنهارده مستر كولر اعتقد انه بيحل الحته دي بانه يلعب بلاي ميكر صريح، بيلعب 10 صريح. هيقدر يتغلب على الكثافه العدديه اللي في نص ملعب انبي ازاي؟ خد بالك هي الكثافه العدديه بتاعت انبي دي في الخط الدفاعي مش في قلب الملعب. فده معنى ان هو انبي هيسيب لك جزء كبير جدا من الملعب انك تحضر فيه زي ما انت ملعبة. عايز. اه بالظبط، تحضر فيه زي ما انت عايز. الفكره كلها في التحركات الاماميه. النهارده المباراه ممكن من وجهه نظري الشخصيه هتعتمد بشكل كبير جدا على التحول السريع اللي انت هتعمله تمام، لما تقطع الكوره، لما تستحوذ على الكره في نص ملعبك انت، التحول السريع بتاعك. تاني حاجه المهارات الفرديه للعيبه اللي موجوده في الخط الامامي، المهاره الفرديه لحسين الشحات، المهاره الفرديه لبيرسي تاو، المهاره الفرديه تمام لموديست. الثلاثه دول هتعتمد على المهارات الفرديه بتاعتهم، لان دايما احنا الزحمه اللي بتحصل في اي مباراه انت النهارده كمدير فني بتعمل ايه؟ انت يعني بتبقى غصب عن اللعيب. ما احنا كتير جدا قابلنا مباريات فيها زحمه كتير، فانت بتدي تعليماتك انك انت
يبقى عندك تحول سريع جدا سريع جدا من الدفاع للهجوم لما تقطع كره في وسط ملعبك، فبالتالي بيبقى عندك مساحات تقدر تنتشر فيها بسرعه، وده اللي لازم يشتغل عليه لعيبه النادي الاهلي النهارده. الاثنين الوينجرز بتوعك بيرستاو وحسين الشحات. الحاجه المهمه برضو الواحد ضد واحد، دي مهمه جدا جدا النهارده يا كابتن. الواحد ضد واحد هتخلق لك يعني فرص كتيره جدا للتهديف والتصويب على المرمى. دول الثلاث حاجات المهمين جدا جدا اللي لابد انك تشتغل عليهم النهارده عشان تكسر التكتل الدفاعي اللي ممكن يلعب في الحلول. دي الحلول من وجهه نظر الشخصيه، تمام. والحلول هل انت قادر؟ انت قادر، عندك لعيبه فت، عندك لعيبه امكانيات وقدرات عاليه، عندك لعيبه عندها سرعه وعندها مهاره، عندها حلول فرديه في الحته الهجوميه. فاعتقد ان الاهلي لازم يشتغل على الحته دي بشكل كويس عشان النهارده يقدر يسجل اهداف باذن الله. ان شاء الله تتوقع اهداف؟ اتوقع اهداف ان شاء الله، اتوقع اهداف كابتن شريف ان شاء الله. باذن الله المباراه تخلص في اول شوط باذن الله ان شاء الله. ربنا كابتن مات توقع اهداف الشوط الاول. اهداف لان النهارده في مهاره موجوده اسمها ضرب كره بالراس مودست. النهارده هنشوف مهاره جديده هتتبني على الراجل ده من خلال اطراف الملعب علي معلول ومن خلال محمد هاني ان شاء الله. كابتن اسامه ان شاء الله في اهداف باذن الله، وانا بقول للاهلي باذن الله قادر انه يحسم المباراه من الاول باذن الله رب العالمين. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله لتحقيق فوز من البدايه. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد نهايه احداث الشوط الاول، انتظرونا.